بالصدفة عثروا عليه هنا قبل أن يلدغ أحدهم. ليست المرة الأولى، وبعد أن كانت تختبئ في الأراضي الزراعية انتقلت الثعابين إلى التجمعات السكنية في قرية منية السعيد بمحافظة البحيرة شمال غربي مصر، لتفقد القرية 4 من أبنائها منذ العام الماضي. أنا حضرتك بنلاقوا الأحجام دي كل يوم في الأراضي، وجابوا لنا البيض على أساس قال لك الأفاعي انتهى وما انتهتش اي حاجه من دي. بناخدوا الافاعي ديت نعملوا بها محضر في مركز المحموديه. قبل اسبوع فقدت هذه الاسره ابنها بعد ان لدغه ثعبان، وفشلت محاولات انقاذه في ظل عدم وجود مركز لعلاج السموم في القريه او في محيطها. ابني ده كان بيجري علينا، هو الوحيد ما معيش غير هو البتين ده. هو اللي بيجري عنه بيجيب لنا اليومين اكلبونها ونشربه منه، وطلعته من المدرسه عشان ما معيش اصرف عليه. مخاوف المزارعين هنا تزداد يوما بعد الاخر، ويقول الاهالي ان هذه الاحجام من الثعابين لم تكن تظهر من قبل. في محاولة لتدارك الأزمة، أوصت لجنة من سلطات الطب البيطري بوضع 5000 بيضة مسممة بالقرب من الجحور. في لجنه جايه من مجلس القريه، وبنجيب معدات من مجلس المدينه ومعانا البيئه، هنبدا نشوف الاكثر الاماكن خطوره وانها بتحوي الافات والتعابين، هنبدا ننظفها. اختلاط ميه الصرف بالترع وتلوث الميه نفسها برضو بتبقى بتساهم على وجود ونمو الافاعي. لا توجد بالقرية خدمة طبية، فأقرب مستشفى تقع في مركز المحمودية على بعد 6 كيلومترات. وما يزيد معاناتهم هو عدم وجود شبكة صرف صحي، مما يجبرهم على الاعتماد على أساليب غير آمنة للصرف. أزمة أهالي هذه القرية مع الثعابين قديمة، لكن مع سقوط كل ضحية هنا تتجدد المطالب بضرورة إنشاء وحدة صحية متخصصة على الأقل لإسعاف المصابين، وبناء محطة للصرف الصحي بدلا من اعتماد المواطنين على الصرف في القنوات والمصارف. آية رادس، كاينوز عربية، قرية منية السعيد، محافظة البحيرة.